السلام عليكم شباب، راح نبدأ تدريب كلب بداية 10 سوايا. طالبين من عندي فيديوهات طريقة التدريب بداية 10 سوايا. لا تكون الكلب أذانه مقطوعة ولا ذيله مقطوع ولا بالضرب. هنبدأ بداية كلب بداية الشراسة ويا كابتن فواز مدرب سوريا من جرمانة، وراح نبدأ وياه تدريب إن شاء الله. شلون نزرع الثقة بالحيوان نخليه يبدي يعض يتعلم. أخذ راحتك كابتن. بعد نبدأ بالحيوان بهاي الوصلة، شيء بسيط عاد يتعلم يعض. نصعد بيها ستيب باي ستيب، خطوة خطوة يبدي يقوم يتعلم العض، لا بالكتل ولا بالضرب. الحيوان يصير شرس، بس مجرد هاي عضها تكون عنده ثقة بالنفس، بعدين نتحول على المعدات التدريب شوي شوي ستيب باي ستيب. اوكي كابتن، اعطي امر. هاي طريقة التدريب على الشراسة. حطه هي يحس بيها متصل. اعطيني اياها كابتن، قرب لي اياها. طالعينها هي. اوكي اصحى نفسك. Attack!